السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله راح نبدأ بشابتر رقم 6. شابتر رقم 6 راح يحكي لي عن الإيج برودكت، هو آخر برودكت راح نحكي عنه بإذن الله تعالى من الأنيمال برودكت. بنفس الطريقة حكينا عن الميلك والميت، راح نحكي بإذن الله تعالى عن الإيج. وش راح نبدأ بالإيج فورميشن. أول شيء أعرفه إنه عندي main difference between the bird reproductive system وال mammals reproductive system. The bird reproductive system عندهم إشي اسمه الجلاند، وبالمقابل الماملز راح يكون عندهم هما اليوتراس، فالجلان بتحل محل اليوتراس اللي بالماملز. عند الطيور في opening أو general opening بنسميها كلواكا، هاي بنسميها urinary digestive system opening، بتكون مشتركة بين الكيدنيز والانتستنز large intestines والكيدنيز large intestines والreproductive يعني الفاجينا خلينا نحكي، تمام؟ الهاي الاوبننج راح يطلع منها اليورين والفيسز والايج، تمام؟ تمام. خلينا نحكي انه الماملز الاوفيوليشن عندهم بيصير وفقا لسايكل معين، بينما الاوفيوليشن اللي بتصير عند البيردز او البولتفيز راح تكون بشكل خلينا نحكي كل يوم 24 تقريبا، كل 24 ساعه كل مره بتصير قادره الدجاجه تعمل اباضه راح تعمل اباضه، بينما بالمومنز في سايكل كاملة لازم تمر فيها حتى تصير الأوفيوليشن. رح نحكي عن الإيج بارتس، مكونات البيضة. أول شغلة لازم نعرفها اللي هي الشل. الشل هو القطعة الخارجية اللي برا بنشوفها بتكون آسية شوي نوعا ما. هاي أول إيش رح نحكي عنه، هي القشرة. الفيرست ديفنس أجينست باكتيريا كونتيمينيشن اللي هو الشل، هو خط الدفاع الأول ضد البكتيريا contamination made mostly of calcium carbonate، مكون بشكل أساسي من الكالسيوم. shell strength is determined by him، يعني قوة هاي القشرة هتكون تتحدد لي بحسب الدجاجة نفسها. فالدايت إذا كان فيه غني بالكالسيوم، لأنه حكينا أصلا القشرة مكونة من الكالسيوم كربونات، فإذا كان غني بالكالسيوم الدايت تبعها راح تكون القشرة أقوى. الإيج كل ما تقدمت العمر أكيد راح تضعف قوة الشل المنتج عندها. Each egg has 17 pores on the shell surface or surface more enlarged. في كل egg في 17,000 ثقوب خلينا نحكي موجودة على الشيل سيرفيس. هاي الثقوب راح تسمح لي بمرور ال CO2 لبرا ويدخل عندي ال O2، تمام؟ الفكرة إنه هدول أكثر شيء موجودين على larger end، يعني البيضة هنا هيك شكلها. فباللارج اند هاي رح نلاقي هون الثقوب بتزيد عددها، مثلا هون هيك بيكون في ثقوب بس هيك عددها، تمام؟ هون لا بكون هيك بعدد اكبر. هون هاي هي فكرة المور اند لارج اند. شغلة تانية انه تخيلوا هاي البورز هيك محطوطة هيك ما شاء الله عليها، وبتدخل هواء وبيطلع منها CO2. طب الهواء اصلا حيكون مثلا ملوث ببكتيريا، تخيلوا اني اسمح للبكتيريا تفوت لجوا، بعد تخترق الشل وتفوت لجوا، شو هذا ايش رح يسوي لي؟ رح يأثر لي على مكونات البيضة الداخلية تصير ملوثة. فعشان هيك ربنا سبحانه وتعالى حط الكيوتيكل أو الريبلوم اللي هي بتعمل كفر للشل هيك، يعني هاي شيء اعتبروها طبقة هيك مغطي الثقوب اللي هي كيوتيكل أو الريبلوم. هاي رح تعمل بلوك للبورز بس بتسمح بدخول الـ O2 وبتمنع خروج وبتسمح بخروج الـ CO2، فبتمنع الـ prevent الـ contamination. الشيل ميبرين، الشيل ميبرين هو لما انت تيجي تسلق مثلا بيضة وتلاقي لما تيجي تقشرها مش بتلاقي هيك اشي شفاف بضل ملزق مثلا بالبياض البيض بتيجي تحاول تشيله، او اذا مرات واحد ما بنتبه عليه وبضله هاي بس ياكل بحس انه في اشي مش قادر يهضمه خلينا نحكي، هذا هو الشيل ميبرين، تمام؟ هو هيك غشاء شفاف، هو سكند ميكانيزم اجينست بكتيريا كونتيميشن، يعني هو خط الدفاع الثاني عن البيضة ضد التلوث البكتيري. في بينقسم لشغلتين inner and outer membranes and between them forms the air cell. رح نحكي كيف بتتكون بيناتهم الاير سيل. طبعا واحدة من مهامه هي protect against bacteria penetration، يعني بيحمي انه يصير في اختراق للبكتيريا.
الالبومين اللي هو البياض البيض ايج وايت. ليش سميناه البومين؟ لانه البروتين المكون لهذا البياض اللي بشكل اساسي هو الالبومين. الالبومين كثير مهم لجسم الانسان، منها خليك توازن الماء داخل الاملاح داخل الجسم، كثير العلاقة بالالبومين. مثلا خلينا نحكي انه الايج وايت او الالبومين نفس الشيء، الالبومين والايج وايت هما اسم لبياض البيض، سموه البومين لانه يعني التركيز البروتين الالبومين فيه عالي. بيحتوي الايج وايت على اكثر من نصف المجموع البروتينز والبوتاسيوم والصوديوم، له كلاودي ابييرنس بيجي من سي او 2 which escapes the as the egg ages. كل ما زاد العمر راح تلاقي انه صار في كليلر ار كليلر ذان فيش ايجز. تمام، ليش؟ لانه بصير اسكابينج للسي او 2. هلا بفهمكم. tends to thin out with age. ال egg white بصير خلينا نحكي كل ما كبر عمر البيضة رح تلاقيها انه صارت thin اكثر الطبقة هاي. تمام تمام. هلا بقول لي هون cloud appearance comes from CO2 which escapes as the egg as the egg ages. older eggs are clearer than fresh eggs. هلا لما يكبر عمر البيضة بيصير تركيز الـ CO2 فيها يخف. تمام؟ فإنه لما يخف التركيز CO2 اللي كان عامل لي cloud appearance شو حصير؟ رح يصير عندي إنه يروح CO2 ورح يخف معاه الـ cloud appearance، رح يصير كل شوي أوضح أوضح لحد ما يوصل لمنطقة إنه راح CO2 كامل مثلا ويصير إيش واضح. خليني أعطيكم إياها بتصور آخر. تخيل انه في دخان قدام ازازة والدخنة كلها بتطلع قدام الازاز، انت ما راح تكون شايف اشي من الازاز لانه فيها دخنة. تمام، لما تروح الدخنة هاي كلها ايش حيصير؟ راح يصير ازاز قدامك واضح، انت قادر تشوف شو اللي ورا الازاز كمان. تمام، فهمتوها؟ يا رب وصلت. الارسل، ارسل هي حكينا اللي بهس حكيناها وين كانت تذكروا، هي between ال اللي صار لها forms between the inner and the outer shell membrane. طيب وهلا بفرجيكم اياها على الصورة. the space between albumin and shell at the large end of the eggs. طيب اول شيء هاي هي الارسل. تمام، وبيحكي لي ان هي المساحة اللي between الالبومين، هاي الالبومين will between الالبومين والميمبرين. طيب خلينا نرجع هون. when egg it's first laid it is warm as it cools the content contracts and the inner shell membrane separates from the outer shell membrane forming the cells. كتير فكرة حلوة. تذكروا أيام كنا نأخذ زمان الحضار فكرة إنه الأشياء بالحرارة بتتمدد وبالبرودة بتتقلص، لما كنا أيام مثلاً بتذكر خطب الصف الثالث مثلاً بتذكر وعملنا تجربة في المدرسة لما سخنا كرة حديدية، بعرفش إذا سخنتوا، إحنا سخننا كرة حديدية وتمددت الكرة، ولما المس حطتها بالمي الباردة صغرت كتير وبطلت قادرة تدخل من الحلقة مثلا. الفكرة هون نفس الشيء بالضبط، إنه البيضة تطلع بدرجة حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة، لأن درجة حرارة الدجاج 41 تقريبا، فلما تيجي درجة حرارة الغرفة على تقريبا خلينا نحكي 25 راح تكون بردت، فالإشي المتمدد تلقائيا بده يتقلص حجمه، فهذا الإشي بيعمل contraction للمكونات الداخلية، فاللي بيكونوا زي هيك عاملين هيك متصلين ببعض تقريبا شو رح يصير؟ رح يصير بسبب contraction إنه رح يصير في بينهم مساحة هيك. هاي المساحة اللي صارت هي الاير سيل. تمام؟ يا رب تكون وصلت، يعني أنا كتير شرحت فيها تفاصيل. الاير سيل becomes larger with age and the size used in egg grading. يعني هلا رح نتعرف كم شو عن ايش اسمه egg grading، انه انا بقعد اصنف البيضة على مثلا عمرها وكذا وكذا. من الاشياء اللي بيستعملوها حتى حد مثلا عمر البيضة انه حجم الاير سيل اللي هي اللي متكونة هون، حكينا عنها المساحة هاي. تمام، كل ما تقدمت كل ما كبرت عمر البيض رح تلاقيها صارت اكبر. تمام، الجيرمينال ديسك هو entrance leading into the center of the yolk contain the germinal genetic material. ال germinal disc هو المكان اللي بيصير فيه تكاثر للطيور نفسه، يعني هناك بيبلش الامبريو يكبر من هناك،
فهناك في الجيرمال ديسك بتلاقي الجينيتك ماتيريال تبعت الفيميل، والسبيرم اللي من جاي من الميل لازم يدخلوا على الجيرمال ديسك حتى يصير فيرتلايزيشن ويصير في امبريو عندي. خليني افرجيكم اياها هون، المفروض تكون موجوده. اوكي مش مبين هون على الصوره، بس اللي بصير بالسلايدات بتشوفوها. الجيرمال ديسك هيك بتكون نقطه داخل الصفار بهي الطريقه، او خليها لون اصفر احلى صراحه، لون ابيض اصلا. هيك ها هي الجيرمال ديسك. هون بالجيرمال ديسك هاي شو حلاقي؟ انا صغير الخط، راح تكون عندي هون الجينيتك ماتيريال تبعت الفيميل. بيجي الميل وبيعمل فيرتلايزيشن مثلا. لا وين راحت؟ يا الله والله كان متعب. اوكي شو بصير؟ والله فاهم اخر ذي الشيء اصلا. ايش في اخوان؟ ايه اوكي يلا سامح، مش مشكله. يا رب تكون وصلت. اوكي خلص، خليني ارجع على السريع ارسمها. مش داعي ايه ديش رسم، خلصة بطل. هرسم لكم اياها هون على جنب. انتوا عرفتوا انها موجودة جوا ال، فبيجي الفيميل الجينتك ماتيريال هون بتكون اصلا. بيجي الميل، يا رب خلص ديش ارسمها. بدي ارسمها هون على السريع. اوكي بس اتحملوني، اخذ لون اغمى زي هيك مثلا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هي ال حكينا شو اسمها، اللي هو البياض البيض اليولك. هي بياض البيض، هي صفار البيض اليولك يا بيي. اوكي هي تمام. تخيلوا معي، اجى هي هون الفيميل وهون الميل، اجوا هون بصير بالجيرمال ديسك، هون بصير عندي ال. اوكي خبصت الدنيا، بس انتوا شاطرين وصلت بسبب الصوره ذيك كثير تحركت. فهمتوا؟ يا رب يا رب تكونوا فهمتوها، انه الجيرمال ديسك هي نقطه موجوده. خلينا نرسمها كسريع اخر محاوله. هاي هي اليولك اللي هو صفار البيض. الجيرمال ديسك مش الصفار نفسه، هيك في نقطه صغيره جواته زي هاي النقطه البيضاء، هي الجيرمال ديسك. تمام بس والله يعطيك الف عافيه يا رب. او في هاي الجيرمال ديسك بس عندي الفيرتلايزيشن. الجلازه او الكلازه ما بعرفش كيف بحكوها بالضبط، هي الكارد اوف ايج وايت which secure the yolk in the place center of the egg white. راح تلاقي انه اليولك نفسها في هاي اليولك. سبحان الله، تخيلوا انه ربنا حط زي كورد، زي حبل يمسكها في مكانها، يعني زي هيك بتلاقي هناك حواليها ماسكين الصفار في مكانه، ما بيخلوه يتحرك في البياض زي ما بده. تمام. The more prominent the calaza the fresher the egg. كل ما شافوها انا كان كل ما كانت يعني بارزه اكثر معناته الايج ثابته اكثر. هي طلع سبحان الله، هي الايج عمرها اصغر. فممكن مع تقدم العمر تصير الكلازه مش برومينات ومش كثير متماسكه، فبصير الصفار بيض يتحرك هيك بشكل عشوائي داخل البياض، اذا ممكن تبهتوا يعني. وهكذا. الفيتلاي ميمبرين او اليولك ميمبرين، الفيتلاي ميمبرين هو هذا تيك، هذا هو الخط اللي هون بفهم. تمام، اللي هو اليولك ميمبرين. كلير سيل which includes the egg yolk، يعني بيحيط بالايج يولك اللي هو صفار بيض. بروتكس ذا يولك فروم بيكينج، بيحمي انه مع حتى مع تقدم عمر وضعفه انه ما ينكسر او انه يصير هيك يسيح يتجول عشوائي. It weakness with age، بيضعف مع تقدم العمر وبحدد بنقدر نحكي انه هذا فريش حسب الفيتلاين بيبقى. اليولك اللي هو صفار البيض بيحتوي almost all of fat in the egg including cholesterol، اغلب الفات اللي موجود في الايج من ضمنهم الكوليسترول موجود في اليولك. فيها فيتامين اكثر من البياض، اقل من نصف البروتين هذا موجود في البيض بتكون موجودة جوا الصفار. غالبية البروتينات بتكون موجودة بال البياض. more vitamins than egg white، الفيتامينات تركيزها أكثر على هون في اليولك. the yolk is source of food for the embryo، اليولك هو مصدر غذاء الامبريو. حكينا لكم الامبريو مش الامبريو مش هو الصفار، هو نقطة جوا الصفار اللي حيث نسميها germinal disk. فبروح germinal disk مثلا بيجيب الغذاء للامبريو من الصفار، و very nutrient dense يعني فيها قيمة غذائية عالية. لما اجي احكي egg grading and quality معناتها عم بحكي عن البروسيس اني عامل classify للايجز. البروسيس هاي بتخليني احدد هل
البيضة صالح الأكل، طازجة لسه مش طازجة، وهكذا. الإيش بدي أفهمكم، يعني نحن نعمل grading determined by interior and exterior inequality، بس الأهم إنه no nutrition difference between the grades but might determine freshness. تمام؟ طب خليني أبلش بال exterior egg. لما أجي exterior egg يعني أنا عم بشوفها من برا لل egg، وبحكي بناء على الشل، هي ال exterior egg ما في إشي تاني أشوفه من برا غير الشل. بشوف ال cleanness نظافتها، ال soundness اللي هو سلامتها من كسور الخدوش، شو يقول soundness مع من صوت يعني فيش لها صوت، لا مش هيك الفكرة. ال texture قوامها ملمسها، هيك تسخشنا ناعمة كذا، الشيب الشكل تبعها. الإيش بدنا نحكي، بس خلينا نحكي عن الشيب تبعها. أول إشي بدي أحكيكم إن الإكستيريو إيج من نيجي نصنفها لثلاث شغلات، يا إما بيكون التصنيف معي طلع A يا إما B يا إما ديرتي. تمام؟ تمام. خلينا نشوف الجريد A اللي هي طلع الشكل تبعها كيف، هيك جاي ما فيه هو شكل بعجاد وانت عجاد وكذا، بتلاقيها داخلة جوا الكرتونة فيت تقريبا، بينما هون طلعوا كيف البيضة فيها، طلع حتى لو تركز بالقشرة تبعتها رح تحس فيه زي هيك زي تجعد، البيضة جاي مطاولة شوي زيادة عن اللزوم، مش اشي طبيعي. وهون بتلاقيها ديرتي وسخة متوسخة. تمام؟ فـ grade A لما انا اشوف انه البيضة منيحة، ما مش متوسخة، الشكل تبعها الشيب تبعها متناسق، بسميه جريد A. جريد B لما اشوف هون كرت البيضة جاية متطاولة كذا، يعني مش اكيد انها صار على استهلاك، بسميه جريد B. والديرتي اللي هي انها متوسخة. بينما الانتيريور ايج لما انا اجي اصنف البيضة بناء على المكونات الداخلية تبعتها، هون بقدر يعني احكينا بعتمد اكثر هون على الفريشنس بالانتيريور ايج. طب اول شيء بدي اعرف اني بصنف لها A A و A و B و inedible. اوكي، inedible يعني غير صالحة للاكل. تمام؟ خلينا نحدد انه انا بعمل ميثود. الميثود الاول اللي هي كاندلينج ميثود، يعني بجيب شمعة وبضويها ورا البيضة وبدأ بشوف بعدين المكونات الداخلية لها. البريك اوت ميثود بروح بجيب انا البيضة وبكسرها وبشوف مثلا صفار البيض رايح على الشمال في المنتصف كذا، فهون بقدر احكي والله هاي لسه فريش الايج يولك في مكانه، او بقدر احكي انها والله شوي اولد لانه الايج يولك شوي متحرك، او انها فيري اولد لانه الايج يولك مثلا مش متناسق ابدا. تمام؟ الانتير ايج ممكن احكي عن طريق السايز اوف اير سيل، حكينا في شغله حكيناها انه سايز اير اوف اير سيل كل ما كبر عمر البيضه راح تلاقيها صارت لارجر، فهون طلع كيف هون صغيره هون وهون، فكل هون اول شيء سموها A لانها وسط هيك تقريبا حجمها، هون كبرت شوي سموها A، هون اكبر صارت B. Generally the most important when there is no blood meat spot. Smaller معناته higher quality. A air cell بتقريبا حجمها 8 و 8 inch deep. Air cell 3 و 16 inch deep. Air cell B اللي هي 3 على 8 inch deep. يعني كل ما كبرت كل ما كان ديب اكثر فانا بزيد الجريد تبعي. ممكن على اليورك شادو اوتلاين اني احكي عنها الفريشنس تبعها، فورين اباديز اذا كان موجود زي ماس اور بلاد سبوتس، والسايز اند شيب اوف يورك. هلا في شغلات لازم انا بدني انه هاي الايج مع لساتها فريش زي سمول اير سايز سيل سايز سيبريت يورك اند وايت الكلاودي البومين High ratio of thick to thin albumin. Yolk in the center. Intact yolk, not broken. Yolk is firm, high above the white. تمام؟ تمام. الشغلة الثانية إنه أنا بعمل بقدر أعمل اختبار للبيض وأحدد الفريشنس تبعه عن طريق إني أحطه بجاط فيه مي. تمام؟ هلا الأرقام هون 1 2 3 4، هي نفس الأرقام اللي هون 4 3 2 1. تمام؟ بيقول لي إذا أنا كان معي بيضة very fresh حطيتها بمي ولقيتها هنا راحت على القاع وضلت ثابتة فيه، لها ارتفعت شوي يمين لشمال كده، فمعناتها هاي very fresh fresh. بينما لو رحت مسكت بيضة وحطيتها بالقاع ولقيت إنه الجزء الخلفي اللي فيه فات ارتفع أكثر شوي، فمعناته هاي البيضة تقريبا عمرها weak old.
بينما بـ 3 week old هاي اللي بقدر ألاقيها إنه تقريبا الجزء الأمامي هو الوحيد اللي في البوتوم، والجزء العلوي الجزء الثاني حيكون كامل مرتفع اللي هو الفات بورشن اللي هو الجزء اللي فيه فات، رح ألاقيه كامل مرتفع. هون slightly raised، هون كامل مرتفع، تمام. أما الباد إجز فرح ألاقيها تقريبا صارت على الوش طايفة، تمام. خلينا هسونك في كويز صغير موجود داخل ال السلايدات. هو مش كويز، هو بده يجي يحكي لك ايش في اشياء غلط الناس بتفكرها عن البيضة، هو جاي يجيب لك اياها طريق true or false، تمام. بيقول لك the color of egg determines its nutrient value true or false، بيقول لك انه لون البيضة بيدني هل هي فيها dense nutrients، انها فيها قيمة غذائية عالية ولا لا. فلا، اللون ما له علاقة، اللون بناء على نوع الدجاجة أو سلالتها أو فصيلتها وهكذا. طب إذا كان في ريد سبوت موجودة على الإيج، معناته هاي الإيج مش fertilized. طب أقول لك برضو no false، الريد سبوت ما لهاش علاقة بالإمبريو أو إنها fertilized ولا لا. الريد سبوت هي جاي عن طريق إنه الإيج يولك فيها فيزلز، وهي فيزلز صارها تمزق، تمام. والتمزق تبع الايج يولكس ما له علاقه بالامبريو، ومسميه ميت سبوت كمان عشان تمام. وكان بقول لكم انه هاي ريد سبوت ار هارمليس. الايجز ار اونلي جود انتل ذا فريشنس ديت از اب اون ذا سايد اوف ذا باكج ترو اور فالس. لما اشوف علبه البيض او باكيت البيض مكتوب عليه تاريخ صلاحيه، فبيجي بقول لك انه خلص، بس يجي يوم صلاحيات خلص خيك خربت وكبها، او يوم يومين زياده بس معك. لا، بيقول لك اذا انت حفظتها منيح بالثلاجه طيب يمكن تضل معك من 4 لـ 5 أسابيع زياده، تمام. هون كاتب لي ستورج تيبس، ان كيف حنحافظ على البيضه من الدرا فريش وامن وانها تكون سليمه من السالمونيلا، الكونتامينيشن مع السالمونيلا وهي اخطر البكتيريا اللي مرتبطة مع ال إكس، وهكذا يعني. هون شوية تيبس انتوا قرأوهم، مش ما بدهم يعني أفكار وكذا يعني، بس ما إنه حطها على درجة حرارة 8، ستور إكس with the small end down وهكذا يعني، تمام. الايج نيوتريانت كومبوزيشن بيقول لي شو هي مكونات خلينا النيوتريانتس تبعت البيضه. من الاشياء لازم تعرفوها انه الكوليسترول مثلا جدا عالي داخل الايج بنسبه كبيره موجود جوا الايج، وخاصه باليولك، كل اليولك موجود، كل الكوليسترول اصلا موجود في اليولك. البروتينز مثلا موجود اكثر بشكل اكبر داخل الوايت، فاليولك مثلا كل الفاتي كل الكوليسترول اكثر في فيتامينز ووتر اند فات سوليبل ومور كالسيوم اند ايرون. هذول المعلومات الاساسيه اللي تعرفوها. هلا خلينا نحكي عن الايج والبابليك هيلث وشو تاثيرها على الانسان وهكذا. هلا بدنا نحكي وش عن البوزيتيف، ايجابيات هذه البيض والكساديتي والكارتينويدز مثل من الاشياء اللي بتعملها، والكوليسترول والنيجاتيف تبعت الايج. اوكي، البوزيتيف تبعتها انها هي هاي كواليتي بروتين، فيها بروتين نسبه عاليه، راح احط لون احمر تنبين من جديد، فيها بروتين نسبة عالية، هاي إيجابية وتحسب للبيض. الفيتامينز والمينرالز، فيها فيتامين مينرالز. affordability، الكوست تبعها كتير قليل وسهل إني أحصنه، كتير لطيف. الconvenience، الساتيتي والكارتينويدز هما أهم شغلتين موجودين فيهم، راح نحكي عن واحد واحدة فيهم هلا. الساتيتي هي إنه تعطيني شعور بالشبع، هاي الإكس. فواحدة من الريسيرش بتقول لي انه اكل كل يوم بيض الصبح على البريكفاست كان بخفف الهنجر، help reduce calorie intake by more than 400 calories over the next 24 hours. هاي واحدة من الإيجابيتين بالنسبة للساتيتي إلى الإكس، تمام. الشغلة الثانية هي الكارتينويدز. الكارتينويدز هو واحد من الزو كيميكالز اللي حكينا عنهم بشابتر 2 أتوقع أو 3، وكان من ضمن اللوتين والزيكانثينز، تمام. الكارتينويدز راح يعمل help preserve the health of aging eye against age related degeneration and cataract. الكارتينويدز راح يساعدني باني احافظ على العين، عمر العين، لانه في امراض مع تقدم العين مع تقدم العمر بتصير بتاثر على العيون. اللوتين راح يكون عندي زي انتي اوكسيدانت وانتي انفلمنتري،
هي واحدة من الأمور الإيجابية بالكارتينوات. الكاتراكت اللي بتعملها اللي بتخفف من الكارتينوات، هتطلقكم صورتها عشان تعرف شنو الكاتراكت، كان هو المي البيضة على العين. الكوليسترول بقولك early resurgence spread saturated fat intake from cholesterol intake. زمان ما كان يفرقوا بين تأثير دهون مش على الكوليسترول، يعني كان يكون نفس التأثير تمام. الجديد بقولوا انه عد ما تاكل كوليسترول طبيعي ما رح يأثر على مستوى في الدم. الفكرة انه عملوا research شو تأثير اني اكل كل يوم بيضة مقابل اني اكل 7 بيضة في الأسبوع. تخيل 7 أضعاف الكمية، يعني لما أكل بيضة كل يوم 7 أضعاف إني أكل بيضة واحدة في كل أسبوع. لقوا إنه ما في إيفيدنس أو ما في أي إشي بدل إنه أكل البيض له علاقة مع ارتفاع الكوليسترول في الدم. وأنتوا عارفين ارتفاع الكوليسترول بالدم من الأشياء اللي بتعمل مثلا انغلاق في الشرايين التاجية. تمام. النيجاتيف انه الرينج اوف بوتنشال فود بويزنج بكتيريا، كثير في من البكتيريا البويزنج هذول بيكونوا موجودين على الشل مثلا، موجودين بيجوا مع مثلا البيضه. بس حلو انهم على الشل، الشل احنا بالنهايه رح نطبخ ما رح ناكلها، احنا يا اما بنسلوها وكبها او بنعطيهم نفس البيض ومنقليها، يعني ما بناكل ما بنقرب على الشل. هذا شيء من الايجابيات. These are not likely to present significant hazard in relation to table eggs. ما في كتير خطر من الايج نفسه، but shell ممكن ملوثة result in introduction of contamination to other foods. Salmonella enteritidis هو نوع هاي نوع Salmonella هي الاسم البكتيريا ونوعها enteritidis is main pathogen guaranteed poisoning at major risk. Salmonella species can contaminate egg contents and membrane or other outer surface of eggshell. إذا كانت الكونتيميناشن تبع سالمونيلا على الشل قبل ما يصير الشل فورميشن بنسميه برايمري كونتيميناشن، بس إذا صار بعد الإيج ليت وكان على الإيج شل بنتريشن بنسميه سكندري كونتيميناشن. Most cases of salmonellosis are a result of contact of prepared food with raw poultry meat or its juices بنسميه cross contamination. Cross contamination يعني صار في تلامس بين مثلا الشل تبعت تبعت الايج ونقلت اياها على الاكل الثاني اللي هو موجود. الكروس كونتيميناشن انه صار في انتقال للتلوث من شغله لشغله ثانيه، فعشان هيك انا مثلا صبت بسالمونيلا وشعر الجميع. Other cases eating raw or rare meat or egg is also danger. Other cases result from insufficiently cooked poultry meat and eggs. ممكن اذا كان في عندي مش طبيخ مش جيد للبولتري ميت والإكس، انه ما يكون طهناها بشكل جيد تكون سبب لانتقال سالمونيلا. واحدة من الاشياء المشهورة في هذا الموضوع هو الشاورما، خاصة ان الشاورما ياخذ كثير وقت حتى السيخ من نصه انه ينضج، فلانه هي بتتعرض للحرارة، فالحرارة اصلا من الاشياء اللي بتعطي البكتيريا نشاط، ف راح البكتيريا داخل المنتصف هذا انها ممكن تعمل تتكاثر. من الشغلات الثانيه غير السالمونيلا اللي ممكن تصيب عن طريق الايج اللي هي كومبالي باكتر تيريكولايتس. البولتي كان ميت كان ممكن تلوث بالكومبالي باكتر جيجوني وكومبالي باكتر كولاي from feces. Bacteria are killed at normal cooking temperature and do not multiply at temperature 30. يعني على الطبيخ بتنقتل هاي النوع البكتيريا وما بتتكاثر على درجة حرارة 30. Organic egg colors hence are fed organic feed. إذا اللي بيكون بيطعموه بشكل عضوي يعني ما راح يكون فيها genetic modified synthetic fertilization، ما في إشي زي هيك إنه يكون في تدخل صناعي بالfertilization. No animal byproduct hence must have access to outdoors and cannot be raised in cages. لازم إحنا خلينا تطلع outdoors وبشكل طبيعي يعني مع طبيعتها، مش لازم نحمصهم في أقفاص. cannot use antibiotics as feed additive only infectious outbreaks. ما بصير استخدم انا antibiotics مع الدجاج الا اذا كان في عندي infectious صار منتشر، لهون لازم انا استعمل antibiotic. بس رح نحكي اكثر في هذا الموضوع بالشابتر اللي بعد رقم 7. وهكذا بنكون خلصنا الشابتر رقم 6. بتمنى لكم يا رب كل التوفيق.